سيد زين، السلام عليكم. أنا بعرف أنك ما بدك تشوف وشي، وبعرف ما بدك تحاكيني أو تسمع صوتي، بس في شي ضروري كتير بدي أوضح لك يا بخصوص نيشال. هي كذبت بخصوص مرتك. بحلف لك أنه ما عنده مشاعر تجاهي ولا في شي بيناتنا حتى لو 1%. هي بتعتبرني مثل أخوة الصغير مو أكتر من هيك، وأنا بالمقابل كمان نفس الشي. ما بنكر مشاعري تحركت اتجاهها، بس هالشي من زمان، كنت لساتني بسن المراهقة، كنت أتخيلني رح أطلبها للزواج وهي رح توافق ورح تصير مرتي بشي يوم من الأيام. لسه هالشي بذاكرتي. الرسائل أنا اللي كتبتها. رابيل ما كانت ترد، كانت ترميهم فورا. ولا مرة وصلني رد منها على رسالة أنا بعدتها. حاولت استفزها بكتير أمور، بس مع هيك أنا ما قدرت أحصل على رد.